لم يتوانى وعد العزاوي في إحياء الذكرى الثانية لاحتجاجات تشرين الأول أكتوبر في العراق. جاء إلى المكان ذاته الذي تلقى فيه رصاصة أفقدته أطرافه السفلية وعطلت بعض أعضائه، إصابة لم تغير قناعته بالحصول على وطن. ما نمتلك غير نريد وطن، شعاراتنا الوطنية ما نمتلك غير هذا الشيء، وبهذا الشيء احنا مخوفيهم وراعبيهم بهاي بألف شاب أو ألفين شاب أو هو شعب كامل، وبهذا احنا راعبيهم. يعني ما يحتاج احنا نكون عندنا سلاح، احنا من نآمن بالسلاح، نآمن بالعدالة، نآمن بحرية الرأي. المئات من رفاق وعد تجمعوا تحت نصب الحرية بساحة التحرير وسط بغداد، رافعين الشعارات ذاتها التي سقط من أجلها مئات القتلى وآلاف الجرحى ولم ينفذ أغلبها حتى الآن. نجدد عهدنا للثورة، لأن لحد الآن بعد ما تحقق الأهداف، وإحنا نضافت لنا إلى طبعا إزالة الطبقة السياسية هاي الفاسدة اللي تحكم، نضافت لها هي محاسبة قتلة المتظاهرين. الحراك الشعبي الذي أسقط حكومة عادل عبد المهدي وأجبر الطبقة السياسية على سن قانون انتخابي جديد وحل البرلمان قبل الذهاب إلى الاقتراع المبكر، لم يتمكن هذا الحراك من الدخول إلى الانتخابات بقائمة أو تحالف موحد يمكن أعضاؤه من تحقيق مطالب الاحتجاجات جميعها. تشرين أكبر من أن تختزل بحزب أو ساحة أو كيان أو تجمع، ولكن هم أشخاص لهم مواقفهم المحترمة في تشرين، اختاروا طريق سلوك أن يسلكوا صناديق الاقتراع باعتباره وسيلة ديمقراطية وسلمية التغيير. ناشطون توعدوا بعودة الاحتجاجات إلى الشارع ما لم تجرى الانتخابات البرلمانية المقبلة بشفافية وبعيدا عن التلاعب والتزوير. يرى المحتجون في العراق أن حراكهم لم يثمر تلبية جميع المطالب التي طرحوها، فضلا عن تشكيك بعض المتظاهرين في قدرة الحكومة الحالية أو التي ستفرزها الانتخابات المقبلة على إقامة دولة مدنية تضمن حقوق جميع المواطنين. تحسين طه، العربي، بغداد. ويبقى معنا من بغداد الزميل تحسين طه مراسل العربي. تحسين، أستكمل معك المشهد اليوم من ساحة التحرير في بغداد، خاصة ونحن على بعد أيام من الانتخابات البرلمانية المقررة في 10 أكتوبر، بين من يقاطعون الانتخابات لا يرونها أنها ستقدم الجديد، وبين من سيخوضون غمارها وهم من الحراك، حراك تشرين. الصورة في هذه الجزئية الانتخابية من وجهة نظر الحراك، من فضلك. أهلا ديمة. نعم، هنالك حقيقة انقسام يبدو في الواقع بين أوساط تشرين أو أوساط المحتجين بشأن المشاركة أو من عدمها. البعض يضع شرطا للمشاركة وهو إزالة جميع من موجود في الطبقة السياسية الحالية وإبعاد هذه الطبقة السياسية من أجل خوض الضمار للانتخابات والمشاركة في الانتخابات، كونهم يقولون بأن من موجود الآن هم مسيطرون على الواقع العام بشكل يعني على المستوى الأمني والسياسي، وحتى المفوضية هنالك من يقول بأنهم يسيطرون عليها. أما الجانب الآخر أو الشريحة الأخرى من المحتجين والمتظاهرين فيرون أن الدخول في الانتخابات هو من أجل كسر يعني حاجز احتكار السلطة من بعض الأحزاب التقليدية الموجودة، ومن أجل يعني الحصول على صوت داخل قبة البرلمان ينادي ويطالب بحقوق المتظاهرين والمحتجين. الحظوظ قد لا تكون مرتفعة، رغم هنالك من يرى بأن الإمكانية ذات جرت الانتخابات بشفافية وبدون تلاعب يكون هنالك إمكانية للحصول على ما يقارب من 10 مقاعد للمستقلين الذين يمثلون حراك تشرين، لكن هذه يعني الأرقام تبدو متضاربة، البعض يقول أقل لأن النفوذ السياسي والدخول بنظام انتخابي هو يعني أيضا كان من مطالب المتظاهرين والمحتجين، لكنه يخدم أيضا الكثير من القوى السياسية التقليدية التي تمتلك قاعدة جماهيرية وتمتلك نفوذ، وبالتالي فأن يبقى هذا الجدل أو هذا الخلاف ما بين الأوساط التشرينية بين المشارك وبين المقاطع. لكن بالمجمل هنالك أحزاب دخلت تمثل أو ترفع شعار تمثيل تشرين وانتفاضة تشرين وحراك تشرين من أجل محاولة الإصلاح والتغيير عن طريق صناديق الاقتراع.